أفاد مراسلنا بمقتل خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمحيط مخيم عين الحلوي بصيدا جنوبية لبنان. هذا وأعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على بلدة بيت ليف جنوبية لبنان، وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف. كما قتل شاب سوري في قصف إسرائيلي آخر على بلدة الوزاني جنوبية لبنان. إذن مشاهدينا، هذه الصور هي وصلتنا قبل قليل للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم في قرب صيدا. طيب، تنضم إلينا من مرج عيون موفدتنا ليال سعد. ليال، ما هي آخر المعطيات الميدانية لديك؟ أولا أبدأ مروج ببعض التضارب المعلومات حول الشخصية المستهدفة، في حين أشارت مصادر أمنية لبنانية عن أن الشخصية المستهدفة في صيدا هي خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح. تقول الوكالة الوطنية اللبنانية أن الشخصية المستهدفة هي خليل عبد الله شبلة، وهو مسؤول حماس في مخيم المية والمية ومية. وبالتالي هناك حاليا تضارب في بعض هذه المعلومات حول هذه الشخصية المستهدفة، والتي رأينا السيارة تحترق عبر مسيرة إسرائيلية استهدفتها في حارة الفيلات في صيدا. وبالتالي هذه هي الآن آخر المعطيات، لابد من التدقيق بعد قليلا في هذه المعلومات. فهناك كالعادة تضارب في هوية هذه الشخصية، ولكن كما يبدو إن كان خليل المقدح أو خليل عبد الله شبلة فالثاني هو مسؤول في حماس، والأول بحسب معلومات أيضا هو على تنسيق دائم معه. ابقي معي ليال، سنتحول إلى صيدا الآن. مفدنا عماد الأطرش، عماد، ما هي المعلومات الواردة لديك؟ نعم مروج، يبدو أن الأمر مؤكد حتى الآن أن المستهدف هو العميد المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح، وهو شقيق كما ذكرت ليال اللواء منير المقدح الذي كان مسؤولا عن قوات فتح في الجنوب اللبناني. بالطبع يبدو مستغربا الى نوع ما، عاده ما تستهدف اسرائيل في الاونه الاخيره او على الاقل في الحرب الاخيره منذ 8 أو 7 أكتوبر عناصر وكوادر وقياديين عسكريين في حزب الله، بالاضافه بعض الاحيان الى كوادر وعناصر في حركه حماس او في كفائر القسام لبنان. ولكن اعتقد من المفيد ان نذكر بانه منذ فتره قليله نحو 2 من الان اتهمت اسرائيل في احد الاتهامات اللواء منير المقدح بانه يتعامل او يتعاون مع حزب الله في سبيل ايصال الاسلحه الى الضفه الغربيه، وبتعاون ايضا مع حركه حماس. ومنذ ذلك الحين اختفى لواء منير المقدح عن الشاشة، عن الساحات، عن النشاطات. ربما هذا يفسر بعض الأمر، في حال تأكد تماما، ولكن من شبه المؤكد أن المستهدف قبل قليل هنا في حي الفيلات بالقرب من مخيم عين الحلوي الملاصق لمخيم عين الحلوي، وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، هو العميل المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح مروج. طيب، صيدا، عندما نتحدث عن هذا الهجوم على مخيم عين الحلوي، هل تستهدف إسرائيل بشكل مكثف مؤخرا صيدا؟ في الواقع قبل نحو أسبوع تم استهداف مسؤولا أمني في حركة حماس عند خروجه من مخيم الحلوي تحديدا. أيضا بالمناسبة مروج، المسيرات في الآونة الأخيرة أقله في العشرة أيام الأخيرة لا تغيب عن سماء الجنوب، ولا تغيب أيضا عن سماء مدينة صيدا. عندما استهدفت إسرائيل أو مسيرة إسرائيلية قبل نحو أسبوع مسؤولا في حركة حماس، غابت مباشرة بعد استهدافها لتلك السيارة، كما حصل اليوم. منذ صباح هذا اليوم كانت المسيرات الإسرائيلية في سماء مدينة صيدا، وعندما تم الاستهداف قبل نحو ساعة من الآن غابت فعليا تلك المسيرات بعد الاستهداف مباشرة.
يعني أصبحت أعتقد بأن الاستهداف الأول لمخيم الحلوي، لأن المسؤول الأمني في حركة حماس كان يخرج من مخيم عين الحلوى، كما ذكرت هو أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، فيه أكثر من نحو 100,000 لاجئ فلسطيني يقيمون في هذا المخيم، طبعا في أوضاع صعبة، إنسانية صعبة. وقبل قليل تم استهداف هذا المسؤول في حركة فتح، أو العميد المتقاعد في حركة فتح اللواء خليل المقدح، الذي نذكر بأنه صديق اللواء منير المقدح، أحد كبار قادة حركة فتح خارج فلسطين مروج. هل لديكم معلومات عن وجود قيادات في حركة فتح متواجدين أيضا في مخيم عين الحلوي، أو متواجدين على الأراضي اللبنانية قد يكونوا مستهدفين من قبل إسرائيل، أو يعني قد تكون مصالحهم تتضارب مع مصالح إسرائيل؟ مروج، أنا أعتذر منك لأني أقود السيارة، يعني في طيب. هناك أزمة سير خانقة هنا في حي البلاد، ولكن لا يعني كنت فقط أسأل عن مدى وجود قيادات، من يعني بالنظر إلى أنه هذا قيادي في فتح وتم استهدافه، فهل تتواجد بكثرة قيادات في فتح في جنوب لبنان أو في لبنان أو في صيدا مخيم عين الحلوي؟ طبعا ما ذكرت مخيم عين الحلوي أكبر المخيمات الفلسطينية، وعليه هناك مسؤولين كبار في حركة فتح وفي غير المنظمات الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية في مخيم الحلوي، ولا يقتصر وجود هؤلاء المسؤولين على مخيم عين الحلوي وإن كان أكبر المخيمات الفلسطينية، هناك مخيمات أخرى أيضا في صور، مخيم الرشيدية الذي استهدف عدة مرات، بالقرب منه مسؤولين في كتائب القسام لبنان بمسيرات إسرائيلية، ولكن يبقى مخيم عين الحلوي المخيم الأكبر والأبرز وفيه عدد كبير من القيادات. ما رأي حزب الله في عمليات من هذا النوع عماد؟ يعني هل حزب الله سيعتبرها أنها تستوجب الرد، أم أنه يعتبر أنه قيادات فتحية لا تنتمي إلى المعسكر الذي يعني يعتبره حزب الله معسكرة؟ لا طبعا، في النهاية هو اعتداء يعتبره والله، غير حزب الله يعتبره اعتداء على الأراضي اللبنانية، وبالتالي اعتداء على السيادة اللبنانية، للرد عودة تفسير بأنه ما يحكى بأن تعلمين صدر بعد الوقت اتهامات إسرائيلية للواء منير المقدح وهو الشقيق العميد خليل المقدح بأنه يتعاون أو ينسق مع حزب الله ومع حركة حماس في سبيل إيصال السلاح في الأضفة الغربية، وهذا ما قد يفسر استهداف أحد الضباط الكبار. فقط هذه الصور اللي ننوه عماد أنه هذه اللقطات التي نشاهدها الآن والصور على يمين الشاشة هي لقطات حديثة للسيارة المستهدفة المدمرة من خلال الغارة الإسرائيلية التي استهدفت. نعم. بروج، إذا سمحت فقط أريد أن أشير بأن حصل بعد التضارب والالتباس بأن هناك استهداف لسيارتين. حقيقة ما حصل أنه عندما استهدفت السيارة الرباعية الدفع للعميد خليل المقدح وبفعل انسيابها على الطريق، إنما اصطدمت بسيارة أخرى مما أدى إلى احتراق السيارة الأخرى، وهذا ما دفع إلى الالتباس بعض المتابعين يعني والصحفيين بأن هناك استهداف لسيارتين، والحقيقة أنه استهدف فقط للمفترض حتى الآن اللواء أو العميد خليل المقدح في سيارته رباعية الدفع في حي الفيلات المحاذي تماما لمخيم عين الحلوي هنا في مدينة صيدا جنوبي لبنان. نتحدث هنا أو كنا نتحدث عن رد حزب الله على عملية من هذا النوع، هل يكون رد حزب الله على اعتبار أنه هذا الرجل هو يعني كما ذكرت كانت له علاقات جيدة بحزب الله ربما، أم على اعتبار أنه هذا استهداف للأراضي اللبنانية؟ طبعا بمعزل عن اي اعتبارات في انتماءات سياسيه محدده، انما يعني في هذه الاونه وفي هذا السياق ياتي استهداف عقيد في حركه فتح ضمن السياق العمليه القائمه والمواجهات القائمه منذ الثامن من اكتوبر على الجبهه الجنوبيه بين حزب الله واسرائيل، وبطبيعه الحال يعني سيعتبرها حزب الله هو اعتداء على الاراضي اللبنانيه والسياده اللبنانيه، بمعزل عن اي تفاصيل سياسيه اخرى. مروج، مؤخرا وتيرة العمليات، عمليات حزب الله أو ردود حزب الله على العمليات العسكرية الإسرائيلية، يعني كيف نتابعها؟ يعني هل يصعد حزب الله من وتيرة ردوده على الاستهدافات الإسرائيلية، أم أنه يتجه إلى التهدئة؟
لا بالطبع، اذا لاحظنا انه يعني بالامس اسرائيل استهدفت بعدد كبير من الغارات البقاع الغربي، البقاع عفوا منطقة البقاع تحديدا، وهذا ما حصل ايضا اول من امس عندما استهدفت الغارات الاسرائيلية ايضا خاصة بلدة او بالقرب من بلدة النبشيت، واصابت مخزنا للسلاح تابع لحزب الله فيه عدد من الصواريخ، لان الموقع استمر في الانفجار وكانت الصواريخ تنطلق يعني بشكل عشوائي. بطبيعة الحال هناك تصعيد ربما من إسرائيل، ولكن الحزب يقوم بالرد، وخاصة في الآونة الأخيرة يقوم بالرد يعني بشكل سريع على ما يعتبره أو ما هي انتهاكات في النهاية لي واستهدافات تقوم بها الغارات الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي على أهداف ومواقع لحزب الله، خاصة عندما يتم استهداف يعني عناصر وقياديين في الحزب.